باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. نكمل سلسلة تعلموا مني من حكاية تلميذي عمواس. نقرأ النص الأول. احنا برضو ما زلنا مركزين على ربنا يسوع كمثل أعلى، بنتعلم منه تصرفاته وحكمته وكلامه ودعته، وبنركز في كل عظة على نقطة محددة أو أكتر نحاول نطلع بيها. وإذا اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس، وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث. ده لوقا 24، ده بعد القيامة على طول، ده يوم الحد الصبح، معاد الحكاية دي يوم عيد القيامة الصبح. وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهم، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ فقال: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. طبعا أنتوا فاهمين القصة، في الوقت ده كان خبر القيامة محدش مصدقه. يعني تصوروا احنا مثلا 8 الصبح يوم الحد، هنكتشف ان الاثنين دول سمعوا بخبر القيامة، لان الستات اللي راحوا القبر ولقوه فاضي بدري رجعوا جري على التلاميذ يقولوا شفنا ملايكة، والملايكة بيقولوا قام، ما خدوش على كلامهم وقالوا دول ستات بتخرف ودول من كتر الزعل، وقالوا واتنين منهم كانوا ناويين يهربوا من اورشليم تجنبا للمشاكل. ليه؟ اليهود طبعا بعد ما صلبوا المسيح عاوزين يقشوا المجموعة بتاعته، فالقريبين اللي هم 12 والسبعين عليهم الدور، فبعضهم كان قافل في العلية على نفسه وخايف، وإيه وبعضهم آثر إنه يبعد ويسافر قرية بعيدة حدش يعرف يوصل. فكان كليوباس ومعاه واحد تاني مش عارفين مين، بس غالبا الاتنين من السبعين رسول. البعض كان قال لوقا نفسه، لكن أنا بميل إن لوقا لم يعاشر المرحلة دي. لوقا تعرف على المسيح من بولس الرسول ليتر اون، في مرحلة يعني متقدمة، فلوقا ما كانش معاين كل الأحداث، هو بس إيه كمؤرخ خد بقى من بولس وخد من العذراء وخد، فكتب حياة المسيح بدقة في الإنجيل. المهم إن الاتنين دول كليوباس وزميله بتوع السبعين رسول خدوا في وشهم مطلعين مسافة طويلة، يعني حاجة بتاعت 5 6 ساعات مشي عشان يوصلوا عمواس، قرية بعيدة عن أورشليم. وهما بيتكلموا طلع لهم المسيح يقابلهم. اقترب إليهما يسوع نفسه، طبعا المسيح كان قام الصبح، فظهر لهم: إنما أمسكت أعينهما عن معرفته. أغلب الآباء قالوا ربنا قصد ما يظهرش نفسه، والبعض قال من شدة الحزن زي اللي اتعموا عن رؤيته، زي برضو مريم المجدلية في نفس اليوم الصبح ظنته البستاني. فالظاهر دايما الحزن بيعطل ان الواحد يشوف الحاجة الحلوة او الحاجة الصح. وبعدين قال لهم ايه، هو انتوا مالكوا ماشيين كده مكتئبين؟ فقال له: هو انت ما تعرفش، وفي حد ما بيتكلمش يعني عن الموضوع ده؟ ايه الموضوع؟ قالوا له: يسوع الناصري، خلي بالك الجمل، الذي كان الله يرحمه إنسانا، عشان تفهموا المود اللي بيتكلموا بيه، نبيا، ده آخر ما وصلوا له، مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. أول رسالة هنا الأولوية للمكتئبين والمحبطين. ربنا يسوع تصوروا يوم الحد ده بالذات يوم مهم جدا. ليه؟ ده يوم القيامة، ده يوم أخطر يوم في تاريخ البشرية، يوم الحد ده، وربنا بيحضر جدول أعماله في اليوم ده.
هتختار ايه يا رب؟ تعمل ايه؟ فعارفين رتب اليوم ازاي؟ قال اول واحد هقابله بطرس لانه نفسيته تعبانه. ففعلا حوالي 6 الصبح استفرد بيه ومحدش عارف دار بينهم ايه، لكن لوقا نفسه كتبها قال ظهر لبطرس. وبعدين قال هظهر للمريمات لان التانيين مكتئبين، دي اول لحظه بقى وايه افرح. وبعدين مريم المجدلية مش هيكفيها مرة واحدة، هظهر لها مرة تاني عشان أعدل لها دماغها وأروقها كده وفوقها وتتأكد إن القيامة حصلت. وبعدين الاتنين الطفشانين دول بقى هقضي معاهم اليوم، خلي بالكم يعني خلص بطرس في دقايق وخلص المجدلية في دقايق وخلص على المريمات الصبح، كل ده الصبح بدري. إنما اللي خد منه النهار الاتنين دول. على بعد الظهر ظهر للتلاميذ كلهم في العلية في نفس اليوم، كل ده يوم الحد، كل ده أول يوم القيامة. فكأن الرسالة لينا يا جماعة، لما ترتب أولوياتك شوف مين مكتئب ومحبط أكتر. الحمد لله كل الناس مكتئبة ومحبطة، بس دايما دور على مين اللي واقع أكتر، مين اللي تعبان أكتر، ومين اللي تعبه مالوش حد يسنده. يعني يمكن التلاميذ هم متدفين في بعض في العلية عمالين يقولوا قام ما قامش قام ما قامش أهو، إنما دول وصل من اكتئابهم وإحباطهم وخوفهم إن هم هربانين وزي اللي باعوا القضية خالص بقى، وندمانين على السنتين اللي راحوا، هنحسها من النص. فطبعا ده إحساس مرارة صعب قوي، الواحد يحس إنه كل أحلامه انهارت. طبعا دول بيحبوا المسيح، ما نقدرش ننكر دول الرسل، لكن الجرح كان صعب، خبر صليبه والافتراء اللي اتعمل فيه، وبعدين انهيار الأحلام لأن هما لسه ما كانوش روحيا مستوعبين. فهم برضو كانوا غصب عنهم فاكرين المسيح ده الملك الذي لا يقهر، والرومان بيعملوا له 1,000,000 حساب، واليهود مستنينه يبقى داود الجديد اللي يملكهم ويطرد الرومان. الأفكار دي شغلتهم، لكن كل تعاليم الملكوت والسماء ما كانش استوى لسه جواه. فأول رسالة تعالوا ندي أولوية للناس اللي بتبقى مكتئبة وتبقى محبطة، وزي ما بقول لكم دول كتار قوي والشاطر اللي يدور عليهم، ودول للأسف أنا بقول لنفسي لأني ما اتعلمتش دي لسه من المسيح، ما بينفعهمش 5 دقايق، دول عاوزين وقت. الشخص اللي فيري داون ده، اللي تحت قوي ده، الحقيقة لازم وقت، لأنه المسكنات تأثيرها بيروح بسرعة قوي. فهنا ربنا يسوع اختار أنه يتمشى معاهم غالبا 5 ساعات كلها، يعني خدهم من على باب أورشليم لغاية عمواس، كل ده مشي وحكاوي. الحاجة التانية، المشي مفيد جدا للمكتئبين، المشي فعلا مفيد لأي حد عنده شحنة انفعالية عالية فيزيكال. المشي مفيد جدا، ودي موجودة عهد قديم في قصة إيليا لما اكتئب خالص، خدوا مشي 40 يوم لما يعني ايه خلاه يطلع من الكتاب. ففعلا المجهود العضلي له تأثير، مع طبعا مجهود ذهني، خلي بالكم هو مش مجرد ماشي، لا ما هو وهم ماشيين عمالين يطلعوا كل اللي جوه، وربنا يسوع عمال يحط حاجات جديدة ويظبط الدماغ لغاية ما هداه. يبقى امشي معه. برضو المكتئب ما ينفعش يتقال له اطلع منها، ما هو مش عارف يطلع منها. في ناس تبقى لطيفة جدا لما تلاقي واحد حزين، ليه الحزن ده؟ كفاية حزن. يا سلام، هو قال يعني كان مستني كفاية حزن دي، كأنه لقى الإية يعني، كانت تايهة ولقاها. يا سلام، هو حد يعني مبسوط أوي إنه يفضل حزين؟ لا، أنت لازم تسمع لهم، لأنه اللي شايل شيلة لازم يطلع. ربنا يسوع عنده خبر، ربنا يسوع هو سر فرحهم، كان ممكن من أول لحظة يقصر المسافة، تعالى يا ابني أنت وهو، أنا المسيح، اديني قمت، ما صدقتوش الستات ليه؟ يلا روح قولوا. لا، هو ما رضاش يعمل كده.
هو خدهم بالراحة خالص وسمع كل التخاريف اللي جوه دماغهم وكل الأوجاع اللي بتدور جواهم وبالراحة واحدة 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 لغاية ما صفاهم خالص. برضو نحتاج نتعلم من المسيح اللي وقته يعني عاوز أقول على الأرض كان محدود، إنما طبعا هو بيعلمنا كل الصح. ما تستخسرش ودانك، ودانك دي في ناس محتاجاها. أنا استغربت أوي لما كنت في أمريكا من كام سنة، فوجئت في خدمة معمولة اسمها خدمة التليفون، فافتكرت ده افتقاد. قالوا لا ده مش افتقاد، ده العكس، احنا بندي نمر تليفونات ناس يكون عندها استعداد تسمع، بحيث اللي زهقان يتكلم ويحكي. يعني في خدمة واحد ايه مدي تليفونه وعنده وقت، فيرفع السماعة الطرف التاني يقول له انا عاوز احكي حكاية اتفضل، وطول الوقت ايوه ربنا معاك ساعة، ما هو التاني ده مش لاقي حد يحكي له هينتحر، فهو عاوز حد يسمع له، حد لايف، حد بجد مش ماشين. تصوروا الخدمة دي معمولة، لان هناك طبعا الوحدة اصعب من مصر، احنا هنا بنلاقي بعض برضه، هناك لا، في واحد ممكن يقعد بالشهر تليفونه ما يرنش وعايش لوحده، وان كان على الفاسيلتيز كل حاجة تحت ايده، فطبعا بتبقى حياة مرة جدا، فبيبقى عاوز حد يقول له انت فين، او هو يحكي مع اي حد. فهنا الاستماع خدمة، حب، انك تسمع للشخص ده حب، لان معنى انك بتسمع بجد انك مديله عقلك ومديله قلبك منفعل بيه، انك نسيت نفسك، نسيت همك. هل المشوار ده المسيح محتاجه؟ لا. هل الموضوعات اللي بيحكوا فيها تفرق معاه؟ اكيد لا، ما هو عارف بيعمل ايه، انما زي ما كأنه بيقول لهم انا النهاردة بتاعكم براحتكم، قولوا بقى، عيطوا، زعقوا، احكوا زي ما انتوا عاوزين. وهنا ما تستعجلش انك تقول المنطق بتاعك، احتمل الشكوى، هما كلامهم غير منطقي. ليه؟ لان المسيح كان قال لهم بدل المرة كذا مرة انا هقوم، والصبح ستات منهم اللي هم عيلة شلة واحدة يعني مريمات دول نفس الفريق، جم فرحانين وفيري ماتش اكسايتد، قام وايه يعني طفوهم كده. بعد ده كله ملكوش حق، انما ما قال لهمش من اول لحظة ملكوش حق، لا احكوا، لان ما ينفعش تقول للتعبان قوي بصراحة انت ما عندكش حق، ما تجيش كده، ولو هتيجي تيجي متأخر شوية، لكن في الأول اترك الشكوى تخرج كما هي. ما ينفعش تحط لها تراك ضيق كده وتقول لازم تقولها بالطريقة دي، سيبه يقول اللي عاوز يقوله. فهم قالوا ايه؟ رجعكوا للنص، قالوا يسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. لو واحد مننا بقى مطرح المسيح كان استعجل وقال لهم كان يسوع، كان وكل اللي انا قاعده وعظه بقالي سنتين ده في حاجه اسمها يسوع كان؟ يعني يسوع مات؟ مات يعني ايه؟ ما قدوس الحي الذي لا يموت، مات وقام انسانا بعد كل اللي شفتوه، مجرد انسانا مقتدرا كان ممكن يصعب عليه، لانه ده انتوا شفتوا قيامة اموات، ده انتوا اتقال لكم على التجلي، ده انتوا معقول تقولوا كده بعد ده كله؟ ابدا، سمعهم يقولوا اللي عاوزين. نقطة كمان في الاستماع الجيد، حتى لو انت عارف الموضوع سيب الشخص يعرضه بطريقته، ودي مشكلة مع المستعجلين اللي زي حالاتي، ان الواحد ساعات يبقى ايه متوقع هيتقال له ايه، معلش، او عارف عن الموضوع برضو معلش، تفضل ساكت وتسمع بانصات كل اللي بيتقال. دي مثلا صعبة مع الأطفال. ليه؟ الآباء المشغولين ما بيدوش وقت لعيالهم، لأن الطفل عاوز يحكي في كلام طفولي، فتلاقي ماما وبابا مش فاضيين لشغل العيال، طيب هتدفعوا الثمن بكرة، لأن الشاب بعد كده هو مش فاضي يسمع لكم، زي ما انتم ما كنتوش فاضيين له وهو طفل تسمعوا له
لما المسدس بتاعه علق ومتغاظ والعروسة ايدها اتكسرت والخيال الجميل بتاعهم ده. هو كمان لما يحب واحدة وتبقوا نفسكم تعرفوا أخبارها ايه، مش هيديكوا فرصة، لأن هو ما لقاش اللي يسمع له، فانتوا مش هتلاقوا حد يحكي معاكم. هنا مهم انك حتى لو عارف اسمع، اسمع للآخر، ما تقطعش وما تعترضش. هم قالوا جملة تانية على فكرة، قالوا وكنا نحسبه أنه هو المزمع أن يخلص إسرائيل، يعني كلام زي الرصاص في المسيح، كنا فاكرينه هو اللي هيخلص إسرائيل، بس يا خسارة موتوه وتأمروا عليه وخسرنا كل حاجة. وكل الكلام المفروض المسيح بالذات اتغاظ منه جدا، انما فضل ساكت وبيسمعه عادي جدا ولا كأن الكلام عليه. اظهر التعاطف والاهتمام. الجملة الأولانية اللي بدأ بيها المسيح ايه؟ ما بالكما تمشيان هكذا عابسين، مالكم ماشيين مكشرين؟ فهنا ادي المدخل، انك تقول اللي قصادك متضايق ليه حبيبي، مالك زعلان ليه، وشك بيقول انك متضايق. الاهتمام ده يعني ده شخص غريب بالنسبه لهم، هذا الغريب لسه مش معروف، بس وشه السمح الحلو ده وسؤاله الطيب ده معناه انه مهتم، ومحدش يكره ان حد يهتم بيه، بالذات لما يكون محبط ومكتئب. احنا نتمنى حد يبتسم في وشنا ويقول لك متضايق ليه، زي اللي داس على زرار تبقى عاوز تطلع كل حاجه. فهو داس على الزرار، مالكم متضايقين ليه؟ احكوا براحتكم. لو فضلت سايب اللي قصادك يحكي يحكي يحكي، انا مش عارف حكوا مثلا نص ساعه ولا ربع ساعه ولا اول فتره، خلي بالكم هو طبعا مرتبها طبعا بحكمته العاليه. لو فضل يكتر احزانه في الاول بيمشي كويس، اي شخص حزين، انما بعد كده بتقلب معاه في ايه؟ بيدخل حاجه يسموها vicious circle كده، يبتدي يلف ويدور جوه احزانه، يعيد ويزيد في ايه؟ موضوعات ملهاش اخر. هنا لازم تقطع، لازم تدخل. يبقى هنا ده في علم النفس المسيحي يقولوا كده، انك لازم تختار اللحظه الفاصله اللي بيها تقطع بقى عشان تدخل وتبتدي تغير الاتجاه. ما هو مش هينفع بقى ايه انت تكتئب معايا، ولو فضلت بتسمع بس يبقى انت اللي هتكتئب. لكن عشان تطلعه من العبوسه دي لازم يجي الوقت اللي تقول ايه، طب عاوز اقول حاجه بقى. فبعد فتره من السمع اللومة قال لهم ايها الغبيان. غبيان دي على فكره العربي بتاعها تقيل، هي البطيئه القلوب، يعني هي في اليوناني كلمه واحده بس ترجمت بالناحيتين. انتوا ليه مش فاهمين؟ هي معناها كده، انتوا ليه ما استوعبتوش؟ خلينا في البطيئة القلوب لحسن حد فيكم يستخدم الغبيان دي، ما تنفعش خالص في التعامل مع الناس، مش هي دي الحل. في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. لما يبدأ دورك في الكلام في تعزية شخص مجروح محبط مهان، ما تقفش عند الكلام اللي بيقوله، هات الموضوع كله من الأول، راجع البيزكس، راجع الأساسيات دي مهمة قوي، لأن الشخص التعبان قوي بيبقى فيه نقطة محددة واجعاه قوي، فما بيبقاش شايف الصورة الكلية. مهم قوي كمعالج زي المسيح بقى، طبيب شافي، كشخص بتريح، الشخص المريح لازم يساعد اللي قصاده يبص على الصورة الكاملة. برضو خلي بالكم من نقطة تاني، الشخص التعبان قوي مركز قوي في نفسه ومشكلته، عشان تريحه خليه ينسى نفسه ومشكلته ويبص لربنا، هو ده اللي هيعمله المسيح. هم خايفين على روحهم من الآخر كده، هم طبعا محبطين لأنه حلمهم المسيح راح، لكن كمان خايفين على نفسهم، فهيبتدي يطلعهم بره نفسهم، مش هيقول لهم انتوا طلعتوا أي كلام
ولو كنتوا رجالة ما كنتوش سبتوه وقت الصليب. وبصراحة ولا حاجة من اللي قالها انتوا فاكرينها انتوا ابدا، ما لمهمش ولا حاجة، هو قال لهم بس انتوا مش فاهمينها صح. اللي انتوا بتقولوه معناه انتوا بايزد، عارفين البايز يعني ايه؟ يعني واحد واخد طرف القصة خالص، فالصورة اللي بيقولها مش كاملة خالص، بعيدة خالص عن الحقيقة. الصورة الكبيرة اللي هو مركز فيه ده 1/10، 1/100، انت باصص ان اليهود موتوا المسيح صح، بس انت عارف دي جزء من قصة جميلة جدا، من لوحة جميلة قوي اسمها القيامة والخلاص والفرح الجديد وكنيسة العهد الجديد والرسل، انتوا رسل، والبشارة فانت ركزت على حتة صغيرة قوي زي لوحة ضخمة جميلة قوي، وعلى الجنب كده في حتة ضلمة شوية هي جميلة ضمن الإطار العام، لكن لما تغرق فيها لوحدها مش أحلى حاجة. فهنا مهم عشان تساعد اللي قصادك، بص للصورة الكلية. الصورة الكلية دايما معناها تعال نرجع من الأول، هو احنا جينا ليه؟ احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين ليه؟ ده ساعات بيبقى بيحل السؤال. لما مثلا حد يسافر السماء بتبقى صعبة جدا على أي حد بيحبه، إنما يجي السؤال وهو احنا عايشين ليه؟ مش عشان نروح كلنا السماء؟ مش احنا قاعدين يومين نوصل؟ إذا كان وصل بالسلامة يا بخته، يلا عقبالنا. إذا لو قدرت تفكرها كده تبص تلاقي الله ده منطق مختلف. احنا مش بنلغي الوجع، بس ما هي دي البيزكس، هي دي الأساسيات، احنا عايشين عشان نوصل السماء. سونر أور ليتر، اللي لحق سونر يا بخته. تاني حاجة، استخدم النبوات والآيات أو الأدلة المقنعة. يعني في المواضيع الروحية لازم تبقى في آيات ونبوات، في الحوارات العادية لازم يبقى عندك حجج دامغة، حجج مقنعة للي بتقوله. فربنا يسوع خدهم فسحة في العهد القديم، وبيقولوا دي أطول عظة في العهد القديم قالها المسيح بس ما تسجلتش، سجلها بقى القديسين. يعني ايه؟ تصوروا المسيح قال ايه؟ لان انتوا عارفين هيعمل ايه المسيح، هياخدهم من اول شجرة الحياة ويحكي. يحكي ليه كان لازم المسيح يتجسد ويموت؟ هيحكي القصة من التكوين، ما هي معانا 5 ساعات بقى، فايه براحته بيتمشوا، وهم طبعا مذاكرين يهود في الاصل، فايه فاهمين الى حد كبير. فتصوروا بقى لما نعمل كده مؤتمر كامل عن نبوات عن الفداء في العهد القديم، ونعيش بقى من اول التكوين، وعد ربنا نسل المرأة يسحق رأس الحي، بعدها بشوية يجي ابونا ابراهيم يذبح اسحاق، يقول له لا بلاش اسحاق، ابننا اللي يعمل كده، فدا ابنك يا حبيبي، بلاش اسحاق يموت، انا ابننا اللي يموت بدلكم كلكم. وبعدها بشوية يجي موسى، بتدي فكرة الفصح والخروف المذبوح والدم، وبعدين الذبايح كلها تجدد فكرة الدم والفداء، وبعد شوية يجي داود ويقول كذا، ويجي أشعية ويقول، ويجي أرميا ويقول، كل ده قاعد يحكي في المسيح. وهم طبعا very much excited، ونسيوا بقى اللي مزعلهم، لأنه أول مرة يشوفوا العهد القديم بالروعة دي، إزاي بيشاور على المسيح والصليب بالدقة دي. كمان راعي دايما التسلسل والإقناع، عشان تريح اللي قصادك خليك مقنع، ما تقولش كلام وبس، لازم يبقى فيه إقناع. ومع الإقناع اطلع سلمة واحدة واحدة، ابني اللي قدامك واقع خالص، نفسيته واقع، حط طوبة فوق طوبة، عرفه ان ربنا بيحبه، ان ربنا مسامحه، ان بكرة هيمشي كويس، ان الوعد بيقول كده، ان في ناس كتير عدت وطلعت منها سليمة، ان في الاخر في السماء هننسى كل الغلب ده، انه كأنك بتحط طوبة فوق طوبة، فخدته من تحت الارض وطلعته فوق السماء. كل ده بيعمله ربنا يسوع، وبيعلمنا ازاي نسند ناس محبطة معذبة. فضلوا بقى يحكوا لغاية ايه؟ ثم اقتربوا الى القرية. انتوا عارفين لما يكون السكة لذيذة الناس ما تحسش بالوقت، هم فعلا حسوا بكده، 5 6 ساعات فجأة لقوا نفسهم وصلوا عمواس من كتر ما الحكايات حلوة.
التي كان منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، لأن هما من الأول تصوروا ما سألوهوش هو أنت رايح فين. شوفوا قد كده السكة كلها، هو أنت مين ما تسألش، ورايح فين ما تسألش. عارفين ليه؟ لأن المحبط جدا ما بيبقاش شايف غير مشكلته، أما المساعد الخادم ما بيبقاش شايف غير مين؟ مشكلة التعبان. فربنا يسوع لغاية دلوقتي معرفش نفسه، ولغاية دلوقتي ما فكرش في مصلحته. أنت رايح فين؟ نسينا نسألك أنت مين أساسا ورايح فين؟ ما تسألش. شوفوا قد إيه المسج جميلة. لهذه الدرجة يبقى الواحد يخلي نفسه ويبقى ملك للتعبان، حتى إنه ما فكرش في مصلحة. إنما لما وصلوا عمواس قال لهم أنا لسه هكمل. ما هم عارفين يا جماعة الطرق في القرى، ما زال نفس الخط، تلاقوا طريق مستقيم وكل قرية تيجي على اليمين يدخلوا. فهو إيه، هيدخلوا عمواس؟ قال لهم أنا مكمل. فقالوا له لا لازم تدخل معانا، تعالى كلهم، ما ينفعش تكمل كده، احنا حبيناك، احنا بقالنا 6 ساعات بنسمعك ونسينا نسألك رايح فين وكلت ولا ما كلتش. هو ليه تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد؟ في مبدأ مهم كمان، مهما كنت سبورتيف للناس، مساند، تظل خفيف. تظل خفيف يعني إيه؟ مش معنى أنك خدمت الناس أن ده بيتك بقى، وأن الناس دي ناسك، وأنك ليك فضل عليهم، وأنك إيه تدخل براحتك وتقعد براحتك وتاكل براحتك. لا، ربنا يسوع له المجد يحتفظ بنفسه ضيف خفيف. وهو ده اللي قاله في رؤية 3، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل، لكن مش هدخل غصب، لو واحد عاوز يفتح هدخل. يبقى مهم قوي مع كل المجهود اللي بتعمله تفضل برضو هو اللي عاوزك، مش انت اللي بتقحم نفسك عليه. ودي غلطة مشهورة الخدام كتير، انه لان التاني انت وقفت له كتير قوي تصورت انه لازم تكمل دورك. الحقيقة كل شوية لازم تسيبه يقول لك انا محتاجك، لانه ممكن في مرحلة يكون اكتفى منك ومكسوف يقول لك كتر خيرك. مهم قوي الحتة دي، انا دي علموها لي بتوع الكونسلينج، لما قلت لهم مش هتكلم، مرة بقول له حد منهم مش هتكلم فلان، قال لي معلش يا ابونا احنا غيركم، انتوا يا اباء لازم تجروا ورا عيالكم، احنا ككونسلرز عشان يستفيد مني لازم هو اللي يحتاجني، لانه ممكن بعد شوية ابقى انا بعمل مجهود بس مجهودي ضايع لانه خد اللي هو عاوزه. فلازم كل شوية اطمن انه هو اللي عاوزني مش انا اللي بجري وراه. بجري وراه ده مبدأ في الخدمة مهم قوي، لكن في حتة كده عاوزة حكمة، عشان يفضل يستفيد لازم هو اللي يطلب. عشان كده تلاحظوا يقول مسكوا فيه جدا، ألحوا عليه، الزماه قائلين امكس معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار فدخل. يبقى قال لهم انا ماشي، قالوا له لا ما تمشيش ولازم تقعد، وألحوا فألزماه وقعدوا. يبقى ما تفرضش نفسك، احترم حرية الآخرين. هو خلاص شم نفسه وتعزى وطلع من الكآبة، سيبه يختار عاوز يعمل ايه. ما تفرضش بقى الخطوة اللي بعدها. هو عاوزين يقعدوا في عمواس يقعدوا، عاوزين يضيفوك يضيفوك، اكتفوا بكده كتر خيرهم. لدرجة تلاحظوا انه حاجة بستغرب منها جدا، لآخر ال5 ساعات دي المسيح ما قال لهمش مش نرجع بقى أورشليم بعد الكلام ده. ما هو منطقيا وضح القيامة، ومنطقيا وضح انه الستات اللي قالوا الصبح ده منطقي، واكيد المسيح قام مش كده، فالمفروض للخلف دور بقى. ما قالش لغاية اللحظة دي، ما قالش المفروض يحصل ايه. يبقى اوعى تفرض الحل،
سيبه هو اللي يطلع بالحل. طبعا ربنا يسوع في كل ده لا يبحث عن راحته، احنا بنتعلم منه، ناسي نفسه خالص، مركز جدا ان يريحهم، وصل المسج الصح، وفي الاخر ألزمه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء. زي ما بنقول خليك خفيف، بنقول كمان اقبل الدعوة والإلحاح. لو حد مسك فيك لا ما تتقلش زيادة، فأول ما مسكوا فيه حاضر، يبقى ربنا يسوع له المجد، بيراعي الحرية قوي وفي نفس الوقت بيقبل الدعوة والإلحاح. أول ما دخل برضو احنا بنتعلم من ربنا يسوع، خليك دايما سبب بركة. من إما تدخل اعمل حاجة روحية، شيع جو روحي، احنا بنقلد المسيح، صلي قول كلمة عن ربنا، قول آية، احكي حكاية روحية. فلما دخلوا على طول ابتدوا بقى ايه، جايبين له حتة رغيف وبتاع، ففوجئوا، انتوا عارفين بقى عمل الحركة المشهورة بتاعته انه بيمسك القربانة بطريقة معينة، بيرفع عينيه يجوز رشا مصليب او قال كلمة شكر معينة، في طقس، في طقس هم متبرمجين عليه من وقت الخمس خبزات. فهو أول ما مسك القربانة ورفع عينيه وشه نور وقال أشكرك أيها الآب وقسم، عينيهم فتحت، استوعبوا ده هو في اللحظة دي، هم استوعبوا. يبقى خليك سبب بركة وفرح الناس بالصلاة، لأنه اوعى تخدم دون أن تختم بصلاة. يعني طبعا ربنا يسوع خدمهم طول السكة، سمعهم وريحهم وعدل دماغهم وحط الفكر اللي كله رجاء ونور عينيهم على حقائق كانوا غافلين عنها، وفي الآخر صلى معاهم في البيت. آخر حاجة، لما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفا ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض، ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ عاوز أرجع لدي، هم قالوا تعليق مهم يشرح لنا المود بتاعهم طول الخمس ساعات. أتاري طول الوقت اللي فات كان قلبهم سخن، يعني إيه؟ وهو بيحكي في حرارة بتحصل جواه، قلبنا ملتهب فينا. وده دورك لو عاوز تساعد الواحد يطلع من مشاعر سلبية، حرك قلبه بطريقة إيجابية، خليه يحب ربنا، خليه يدوق طعم التوبة، خليه يفرح بالغفران، اترك تأثير قوي بالصدق. أكتر حاجة تأثر في الناس الصدق. يعني دايما نتخيل لما المسيح بكى ومريم كده ومرسى كده والقبر كده، اللحظة دي صادقة جدا. ليه؟ لأن بالرغم أن المسيح دريان كويس أن العذر هيقوم بعد خمس دقايق، هو عارف هجاي ليه، إنما ما منعش دموعه مشاركة للبنات. دي تأثيرها فظيع، أنه على قد ما صعبان عليهم ومجروحين وانت سبتنا في وقت كان لازم تبقى معانا، ولو كنت هنا ما كانش مات، مجرد لقوه بيعيط معاهم قدام القبر أجمل من مليون عزة. يبقى أنت حاسس بينا، يبقى أنت فعلا بتحبه، يبقى خلاص احنا مش زعلانين منك عشان اتأخرت. هنا سيب تأثير بالصدق، لو بتحب الشخص فعلا اللي قدامك هيحس انك بتحبه، دي لوحدها هتشفيه. فضيت نفسك وسمعته واحتملته وعدلت دماغه، فحس انت بتحبني، خلاص يبقى انا خفيت. حرك الارادة بالحب، يعني ايه؟ خلي بالكوا المسيح ما طلبش حاجة، انما اول ما هيختفي هيعملوا ايه؟ هيبصوا لبعض ويقولوا ايه اللي مقعدنا طول السكة؟ ما قال لهمش مالكوش حق تسيبوا اورشليم، ما قال لهمش انا زعلان، ده مش تصرف رجالتي ابدا ولا كلام زي كده. انما اول ما اختفى خدوها جري، تصوروا الخمس ساعات خدوها في ساعة جري، معرفش جابوا نفس ازاي، وبعدين دول اوريدي ماشيين خمس ساعات، فاهمين ازاي؟ يعني الناس خلصانة، فعشان يردوا كل ده وجري، ده معناه ارادة
بقت قوية جدا. ايه اللي عمل كده؟ القلب السخن، القلب اللي التهب ده، لقينا إرادة ما كانتش موجودة قبل كده خالص. حرك الإرادة بالحب، الإرادة ما تجيش بالمنطق. الناس اللي إرادتها قوية معناها حاجة واحدة بس، عندها حرارة داخلية. فلما بيصلوا بيصلوا شداد، لما بيتوبوا بيتوبوا بجد. غير الفكر بالفكر. النقلة دي كلها اللي هي 6 ساعات دي كانت عبارة عن ايه؟ عن غسيل مخ او زرع افكار في عملية جراحية ربنا عملها، شال لخبطة كتير قوي في الدماغ وحط افكار جديدة كلها من الانجيل، كلها رجاء، كلها خلاص، كلها نور. فبقى قدامنا في الاخر نتاج العملية واحد تاني خالص. 2 كانوا هربانين وفاشلين ويائسين وعابسين، الاتنين متهللين منورين فرحانين منطلقين ومبشرين. 180 درجة. زرع فكرة جديدة. يبقى شطارتك انك انت ايه، تطلع الافكار دي كلها وتدخل افكار جديدة. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد 11 مجتمعين هم والذين معهم. هم وصلوا من هنا، دخلوا طبعا بينهجوا، فلقوا 11، ما هو بقى ده اللقاء الكبير. طبعا يهوذا مات، فلقوا 11، ده بيت الأمة، ده العلية، فدول من 70، خلي بالكم. فهم داخلين بيقولوا المسيح قام، والتانيين بيقولوا لهم المسيح قام. يعني الخبر كان وصل في الناحيتين خلاص. دول كلهم اقتنعوا، لان بطرس كان شاف، ويعقوب كان شاف، والمريمات شافوا، والمجدليه شافت كذا مره، ووادي تلميذي عمواس داخلين، دول بيقولوا المسيح قام، ودول بيقولوا اليسوس انستي، والمسيح ظهر. يبقى سابهم طول السكه يجروا ويرجعوا، وايه لما وصلوا ظهر بعد كده. فتصوروا بقى اللقاء كان قد ايه ممتع. دول داخلين بيقولوا المسيح قام، والتانيين بيقولوا لهم ايوه اتاكدنا بالحقيقة قام، فقام المسيح ظهر وقال لهم سلام لكم. طبعا كانت لحظة جميلة قوي، لقاءك اول مرة بقى لقاء الكل معاه في اللحظة دي. اخر رسالة، اترك فرصة التعبير بحرية. حرك القلوب، لكن القرار لازم يبقى شخصي. اللي قدامك هيعمل ايه لا تملي عليه، هو يعمل اللي هو شايفه، اللي قلبه يقوله له. هم شافوا ان احسن حاجة نرجع شاطرين. ما تقولش للناس دايما يعملوا ايه بالظبط، ودي مشكلتنا في الوعظ يا جماعة، الانستركشنز. ساعات نحب ايه، لغة الاوامر، الاهالي طول النهار اعمل وما تعملش، وده ما بيربيش العيال. وساعات الوعاظ يعملوا كده، اعمل وما تعملش، وده ما بيصلحش الشعب. اللي يصلح الشعب ايه؟ سخن القلب، نور الدماغ. لما تسخن القلب والعقل يستنير يفهم، الناس هتعمل كل حاجة حلوة لوحدها. انما طبعا خليك مشجع للرد المناسب، يعني رد الفعل السليم باركه. فهو لما لقاهم رجعوا اورشليم كافئهم انه ظهر لهم تاني في اورشليم، لان هما بيقولوا يا ريتنا مسكنا فيه، اختفى اول ما شفناه. قال لهم اختفى روح فين؟ بدل اتصرفتوا صح، واديني معاكم كمان في اورشليم. لالهنا كل مجد وكرامه.